ارفعوا أيديكم أيها الأحباب وقولوا آمين من قلوبكم واغتنموا هذه الفرصة الطيبة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وأنتم صائمون والدعاء يستجاب بعد صلاة الفريضة. اغتنموا الفرصة أيها الأحباب معاشر الصائمين، لا تضيعوا هذه الفرص الطيبة. نعم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات، في رواية جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات، مع صلاة الفريضة أي الدعاء أسمع أي أسرع إجابة، فالدعاء يستجاب. فلا نضيع الفرصة معاشر الصائمين، لا نضيع الفرصة، لا نضيع الفرصة. هناك فرص استجاب فيها الدعاء أكثر الصائمين يضيعونها. نعم، يعني عند الإفطار، عند الإفطار دعاء الصائم مستجاب. أكثر ناس يشغلون بالطعام والشراب ولا يدعون الله عز وجل، فادتهم هذه الفرصة، إجابة المؤذن عن صلاة المغرب، يشتغلون بالطعام والشراب وينسون إجابة المؤذن، فاتهم هذا العطاء. بعد الأذان الصلاة على النبي عليه السلام وطلب الشفاعة، نعم، اللهم أنت رب، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة قائمة. كذلك في هذا الدعاء إذا قلت هناك شفاعة خاصة بهذا كذلك تضيع. حسبنا الله ونعم. أنا أنصح نفسي وإياكم أن نغتنم هذه الفرصة. نعم، كذلك عند في وقت السحر أكثر الناس يقومون يشتغلون بالمطعم والمشرب في السحر في السحور، نعم، ويضيعون الدعاء. دعاء مستجاب في وقت السحر أيها الأحباب، دعاء مستجاب الآن أبدا. ينزل الله سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وجماله، أو تنزل رحمته، أو ينزل ملك الله في الثلث الأخير من الليل يقول ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا من مبتلى فأعافيه، ألا كذا ألا كذا، حتى يطلع الفجر. يا مسلم يا صائم، إياك أن تضيع هذه الفرصة. قمت مباشرة، قمت توضأ، نعم، واشتغل بالصلاة واشتغل بالدعاء. نعم، والسحور له وقت قليل، جل الوقت يذهب في المطعم مشر، لا لا، يكفي خمس دقائق للطعام هذا وزيادة، ولله الحمد. منذ سنين أنا يعني لا أعرف، النادر أن تصنع مائدة، الزوجة والأولاد يصنعون ما شاءوا ويأكلونه، لكن خلاص تمرات ويكفي، سبع تمرات وشربة ماء وكفى الله المؤمن القتال. نقوم وقت بركات وعطيات وتجليات رحمات تتنزل، نغتنم الفرصة أيها الأحباب. وقت السحر دعاء مستجاب، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، نقرأ القرآن، نذكر. رضي الله عن شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي جزاه الله خيرا، اللهم يا رب اجمعنا به في الفردوس الأعلى. سألني سأل إيش برنامج في رمضان، قلت لي رضي الله عن شيخنا، شيخ أهل الهمم، شيخ العلماء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان شيخنا الشيخ أبو حميد رمضان، يقول الشيخ عبد الرزاق مجيء إلى درس العلم مع مرضه حجة على علماء الشام كلهم، حجة عليهم الذي يقصر ما يأتي إلى درس علم، يقول أنا تعبان، مجيء الشيخ عبد الرزاق حجة على الكل. نقوم منهض، قلت له برنامج شيخنا في السنة كلها، وأقول هذا كلام لتعلموا، يعني ليس هذا الآن دروس قبل الفجر. نعم، ولله الحمد، قبل أذان الفجر قرأنا ثلاثة دروس اليوم ولله الحمد، درسا في تفسير القرطبي، ودرسا في نزهة المتقين، ودرسا في صفة الصفا ولله الحمد. الآن بعد الفجر نقرأ درسين، كذلك بعد الظهر نقرأ درسين، هذا برنامج السنة كلها، برنامج السنة كلها ولله الحمد، ليس برنامج رمضان هذا، هذا في السنة. نسأل الله أن لا يقطعنا، اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمعنى، هذا في كل يوم، كل يوم. نعم، واحد جاء يوم الجمعة، هذا صاحبك أبو أحمد، قال ظن أن الدرس يوم الجمعة، فسمعني أقول هذا الدرس دائم في كل يوم، قال لي والله ما كنت أعلم، كنت أحضر يوم الجمعة، أظن أنكم تقرؤون درس يوم الجمعة. خذ رضي الله عن شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي، صاحب الهمة
العلية وعلو الهمة من الإيمان ما يعرفه جلسة من غير علم أبدا عنده أبدا في الأيام في السنة كلها في الصيف وفي الشتاء وفي الخريف وفي الربيع أبدا دروس قائمة ما عنده مجلس يخلو من العلم. كان شيخنا يقول المجلس الذي ليس فيه علم يتدارس ولا كتاب يفتح هذا مجلس يدخله الشيطان. ولو كان الجالسون ينتسبون للعلم إن لم يغتنموا الفرصة فإن الشيطان يدخل. قيل والقال نعم كلمة غيبة كلمة يطار بركة المجلس. أسأل الله تعالى أن يثبتنا. وأنا أنصح نفسي وإياكم إن شاء الله تعالى بأن نغتنم الفرص وأن نصطبغ بهذه الشريعة المطهرة نعم وأن نعيش بتذلل وافتقار إلى ربنا سبحانه وتعالى. الدعاء هو العبادة. دعاء أنا قلبي يتأثر عندما مثلا نبدأ بدرس ندعو أنظرك هذا مشغول بالجوال وهذا ما رفع يديه وهذا والله عجب يعني أنت غني عن ربك أنت غني عن ربك ذل افتقار. لو كنت تملك المليارات اللي أنا شحاد على بابك لو كنت شيخ الأمة ومرجع علماء يا رب أنا عبدك الجهول أظهر فقرك. رضي الله عن سيدي الشيخ عبد الرحمن الشاغور كان يقول أقر لله بوصفك يمدك من وصفه. سيدي أبو عمر ابن سيدنا تفضل سيدي والله لكم الصدق الله يرضى عنك تفضل سيدي بسم الله تفضل يا سيدي هذا ابن سيدنا وأسيادنا هؤلاء رضي الله عنه وأرضى الذي فاته نظر إلى شيخنا الشيخ عبد الرزاق ينظر إلى نجده سيدي أبو عمر ما شاء الله أخذ أحواله وأنواره. نعم فسيدي الشيخ عبد الرحمن الشاغوري كان يقول أقر لله بوصفك يمدك من وصفه أقر له بالذل يمدك بالعز أقر لربك بالفقر يمدك بالغنى أقر لربك بالجهل يمدك بالعلم أقر له بالضعف يمدك بالقوة أقر له بالذل يمدك بالعز. الله أكبر. أحد الصالحين دعا فرفع يدا كان وقت برد حبال دفيان يوم شوي نعم كان وقت برد رفع يدا وخبأ الثانية في كمه فسمع هاتفا يقول له رفعت لنا يدا فوضعنا لك فيها ولو رفعت الثانية لوضعنا لك فيها لرفعنا لوضعنا لك فيها. سليمان رضي الله عنه وأرضاه شيخنا الشيخ عبد الرزاق شيخ الأمة ومرجع علمائها دعاؤه مشهور في عرفات سيدي أبو عمر كأسمعها أي من ابن سيدنا كان بعرفات إذا وقف يقول له يا رب نحن شحادون على بابك يا رب هيك كان يدعو. مع المية هذه كل واحد يعرف كيف يستجب عطاء من عند ربه لأكثر كثير من هذا داخل على الله بقول أنا عالم ما أنت عالم وهذا بقول أنا غني كله آكل هوا هون أبدا في عرفات كان يقول نحن شحادون على بابك يا رب يقول يا ربك العيد بدنا العيدية يا رب. كيف الولد الصغير يبكي أمام أبيه إلو بدي عيدية إلو ربك العيد بدنا العيدية بدنا العيدية يا رب يبكي ويبكي الأمة رضي الله عنه وأرضاه.